تمام السيد، أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك طيب كنا بنتكلم عن الخيارات سمعت اللي حاجة؟ أمام البنك المركزي المصري ما بين رفع الفايدة أو الإبقاء عليها، وإذا كان في رفع هيكون بأي معدل. هو الاحتمال ما بين تزيد سعر الفايدة أو رفع سعر الفايدة، لن تزيد سعر الفايدة التي سوف يتم رفعها عن نصف في المية. طيب نصف المية التوقعات أو سعر الفايدة بيتحدث اللي هو 50 نقطة أساس، مش كده؟ 50 نقطة أساسية. تمام. طب هو أولا هو الاجتماع غدا، يعني يكون في صعوبة بالغة، أو بنتكلم على اجتماع ممكن هيكون رئيسه هو النائب جمال نجم، نائب رئيس البنك المركزي، لأن رئيس الجديد للبنك المركزي الأستاذ أو ربما يسبق بقى الاجتماع تعيين محافظ جديد. بالضبط، من قبل الرئيس ومن قبل موافقة مجلس النواب واجتماع مجلس النواب. لكن الاجتماع القادم أو الاجتماع غدا هو اجتماع فيه صعوبة، لأنه النهارده حصل هزة في يعني سوق السندات العالمية بالنسبة للسندات المصرية بشكل يعني كبير، ويمكن ده هيأثر على اتخاذ القرار غدا بخصوص رفع الفايدة. لذلك أعتقد أن هناك يكون هناك ميل إلى رفع الفايدة نصف في المية تقريبا. طيب أتمنى أنه لا يتم رفع الفايدة، يعني هو الأفضل للاقتصاد المصري عدم رفع الفايدة. في آراء كتير بتتكلم عن أنه يعني رفع سعر الفايدة كمان له بعض السلبيات، يعني زيادة التضخم، أولاً وأيضا بيحمل يعني الدولة بيحط عبء على الميزانية على الوزن العامة، لأن الحكومة هي بأكثر يعني أكثر جهات استفادة من انخفاض سعر الفايدة بسبب الاستدانة الداخلية. ده جزء. الجزء الثاني أنه ما يشجعش الاستثمار المباشر، كلما زاد سعر الفايدة كلما انكمش الاستثمار الداخلي او الاستثمار المباشر اللي هو مصنع او شركه، وايضا كلفه الدين بخصوص الاقتراض للمصانع والشركات بترتفع، وبالتالي يعني وجود او عدم وجود رفع او اتجاه لرفع الفائده يكون الاتجاه نحو تثبيت الفائده هو الافضل. وان كان الخوف على حمايه الصغار المودعين بسبب التضخم الموجود عالميا والاثار يعني تم توجيهها للداخل، ان يكون هناك شهادات استثمار بسعر فايده عالي بدل 14% ممكن ترتفع تاني، ممكن توصل مثلا في الحاله دي ل 20%. لا، ممكن توصل ترجع تاني ل 16 او اقصى تقدير 18% اللي كانت موجوده منذ حوالي شهرين تقريبا. طيب يعني اذا في التوقعات برضو اللي احنا دلوقتي بنرصدها انه طرح شهادات جديده ب 18%. صحيح. طيب النقطة الثانية اللي عايزة برضو أستفهم، في حالة تثبيت سعر الفايدة. تمام. طيب يبقى إذا تثبيت سعر الفايدة هيصاحبه طرح شهادات 18% أو 16%، دي كلها توقعات طبعا مش معلومات أو يعني حاجات مؤكدة، أو رفع سعر الفايدة 50 نقطة أساس اللي هو نص درجة في المية. طب خليني أسأل حضرتك كمان عن الجزئية الثانية اللي بتثير اهتمام الناس، سعر الصرف. طبعا رفع سعر الفايدة مرتبط بشكل كبير جدا بقيمة الجنيه المصري أو العملة المصرية، لكن برضو قدر التخفيض المحتمل في هذه العملة قد إيه؟ لأنه بعض يعني التحليلات الاقتصادية بتتكلم أنه حتى السعر الحالي للجنيه في مقابل الدولار هو لا يعكس قيمته الحقيقية. صحيح. طيب هو أولا سعر الدولار أو أي عملة دي كأنها زي السلعة، بتتحدد وفقا للطلب والعرض عليها. الطلب على هذه السلعة قد إيه، والمعروض من هذه السلعة اللي هي العملة قد إيه. إحنا عندنا مصادر الدولار موجودة متاحة متعارف عليها، اللي هي التحويلات العاملين بالخارج او الصادرات المصريه او قناه السويس، وايضا السياحه المصريه، وايضا عندنا الصادرات اللي يمكن تجاوزت 45 مليار دولار. كل دي مصادر للدولار موجوده داخل السوق المصري. لكن احنا عندنا طلب كبير على الدولار نتيجه ان احنا فاتوره الاستيراد في مصر تتجاوز ال 70 مليار دولار بسبب التضخم العالمي. احنا بنتكلم الولايات المتحده الامريكيه حجم التضخم وزيادة الأسعار فيها تجاوز في المتوسط 9.5%، وفي الدول الأوروبية تجاوز 10%، وبالتالي هذا التضخم أو ارتفاع الأسعار في الخارج نتج عنه زيادة في الأسعار داخل الدولة المصرية وحمل عبء على فاتورة الاستيراد الخارجية. طب أنا النهاردة عندي طلب كبير على الدولار وعندي أزمة. إحنا شايفين كلنا المؤسسات الدولية والبنوك الدولية بتقول
أن قيمة الجنيه المصري مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية، وبالتالي تخفيض قيمة الجنيه أعتقد هو ده المسار اللي هيتمشي عليه الدولة. طيب إذا كان ده المسار الصحيح، السعر العادل أو القيمة العادلة للجنيه المصري في مقابل الدولار قد إيه؟ على الأقل يتخفض قيمة الجنيه 10%. 10%؟ يعني يقترب من حدود مثلا 23 دولار للجنيه؟ لا 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 لا، يقترب من ولا 19 23 جنيه للدولار؟ لا 19 20 قرش تقريبا، يعني في حدود ال 20 جنيه ونص 21 في الحته دي. وهو دلوقتي بيتخطى ال 20؟ لا بيتخطى 19 جنيه في بعض الاحيان يعني. 19 جنيه 20 قرش تحديدا. لكن طيب، احنا برضو عايزين نقول في نفس الوقت برضو احنا كل ده عايز اقول لحضرتك، طبعا احنا يعني نتناقش ونتساءل وبنحاول ان احنا نرصد توقعات قراءه للمشهد الاقتصادي بالظبط كده. احنا عندنا اليه انه مصر باذن الله تستطيع من خلال، لو احنا عندنا سياسات نقديه، واعتقد يعني القياده الجديده للبنك المركزي وهي مشهود لها بالكفاءه، انه يكون هناك سياسات نقديه من شانها ان انا اجذب استثمارات مباشره بشكل كبير، ان انا اجذب تحويلات للعاملين واعمل شهادات استثماريه للعاملين بالخارج عشان اجذب كافه التحويلات او كافه رواتبهم، لان ده مصدر رئيسي ومهم للدولار. للدولار يكون عندي سياسات استثماريه جاذبه للاستثمار، ان انا يكون فاتوره الاستيراد تقل عن ذلك، يكون هناك تسهيل لاجراءات التصدير فافتح اسواق جديده للسوق المصري، وبالتالي يكون عندي حصيله دولاريه. أنا كلما زادت الحصيلة الدولارية الموجودة داخل مصر، أنا يعني أؤكد أنه يكون هناك انخفاض لقيمة الدولار مقابل الجنيه المصري. طيب لكن بقى بشكل عام، خليني أخرج مع حضرتك بره المشهد المصري المحلي، الاقتصاد العالمي رايح لفين؟ يعني النهارده في حالة يعني تضخم عالية جدا في كل الدول ومرتبطة أكيد بالحرب وده مفهوم، لكن إيه هي السيناريوهات؟ هل هي كلها مظلمة يعني زي ما تبدو الحقيقة في التحليلات؟ لا، هو المشهد الاقتصادي عامة على مستوى العالم في ضبابية في المشهد وفي كآبة في المشهد الاقتصادي. بمعنى إيه؟ أن حجم لما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقول لك أن الاقتصاد الدولي أو الاقتصاد العالمي في معدل النمو الاقتصادي بتاعه بينخفض من 4.5% أو 4.8% إلى أقل من 3%، ده انخفاض. لما يكون حركة رؤوس الأموال من دولة إلى دولة بتنخفض بنسبة 33%، فالمشهد فيه كآبة. احنا زي ما حضرتك تفضلت في الأول وقلت، احنا مش عارفين الحرب أو الأزمة الروسية الأوكرانية تنتهي إمتى، وحتى لو انتهت لها تداعيات، لأن هذه الأزمة كانت أزمة. هو التحليلات كلها بتقول إنه حتى لو انتهت النهاردة الحرب فهتبقى التداعيات. صحيح. طيب النهاردة الأزمة دي كانت كاشفة، ومن قبلها أزمة فيروس كوفيد 19 كانت أزمات كاشفة لوضع الاقتصاد العالمي، بمعنى أن النهاردة بدأت كثير من الدول أنها يعني تقفل على نفسها. إحنا عندنا 25 دولة على مستوى العالم منعت تصدير المواد الغذائية، على رأسهم الهند منعت تصدير الأقماح. يعني ده طبعا بدأ يعرف بالتوجه الحمائية الاقتصادية، بدأت الدول تتجه لده. كل مش عارف المشهد رايح فيه. طيب على مستوى العالم، لا، المشهد في ضباب، في يعني الفرص اللي ممكن تأتي لدولة زي مصر من هذا المشهد، إحنا نزيد من التصدير الغاز الطبيعي اللي عليه طلب كبير جدا وحجم أسعاره زادت بنسبة 50%، إن يكون هناك جذب. وعشان كده في النقطة دي تحديدا بنرشد استهلاك الكهرباء عشان نوفر عملة صعبة، والغاز الطبيعي هيعلى سعره في الأشهر القادمة. هو علف بالفعل خلال الايام الماضيه لاكثر من 50%، والنهارده بنتكلم على انه كثير من الدول الاوروبيه وعلى راسهم المانيا اعلنت ان هناك كثير من المصانع وكثير من الصناعات سوف يتم الاستغناء عنها نظرا لعدم القدره على تمويلها. اوروبا عامله خطه ترشيد طاقه، يعني نتوقع انقطاعات كامله للطاقه في الاشهر الثلاثه القادمه بشكل يعني ربما لم تعرفه القاره من قبل. صحيح. فبالتالي انا النهارده عندي مصانع وعندي شركات هتخرج من المانيا وفقا لتصريحات وزير الصناعه الالماني، وشركات ومصانع هتخرج من فرنسا طبقا لتصريحاتهم، وبالتالي احنا محتاجين خلال الفتره دي ان احنا نكون كبديل لهذه الدول لعمل الصناعات وتوطين الصناعه داخل الدوله المصريه خلال الفتره القادمه. عندنا فرص،
يمكن تكون قليلة، لكن على الأقل في كل محنة في منحة موجودة من عند ربنا. طبعا، وهو الأهم فكرة يعني بشكل كبير إدارة الموارد حتى لو كانت قليلة أو حتى لو كانت محدودة. الحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.